النهارده يا جماعه هنجرب تجربه مختلفه من نوعها، ايس كريم بحاجه ما تتاكلش. رحنا جبنا يا جماعه ايس كريم الفحم، ايس كريم اسود في اسود. فخلينا نشوف احنا لسه جايبينه، اللي هيشوفه هيتخض. وقلنا ايه نصور معاه، شوف ايلا اصلا المنظر معانا وكده. ايلا كانت عايزه ايس كريم لونه ايه؟ ايلا الايس كريم انت كنت عايزاه بينك، هي اي حاجه عندها حياتها اليومين دول بينك، عايزه تلبس بينك، عايزه ايس كريم بينك، الشوزه بينك، كله بينك يعني بصراحه. بصوا ايه ايس كريم ده يا جماعه؟ الايس كريم لونه ايه؟ ده تحسه اللي هو ايه، ايس كريم بتاع لورد اوف رينجز. هو مش هيكب لو انا فتحته؟ واضح ان هو هيكب لو انت فتحتيه، واللي هو يعني طافح على الجناح. ايوه طيب، هو واضح يا جماعه ان في يعني ايه، في ضربه هيحصل لما تفتحه، لان الدنيا انا هفتح اللي عندي ده عشان عندي ورقه هنا، فخلينا نزل نزل. واو واو، سواد. مش عارف اوريه لكم ازاي. بصوا الايس كريم، لا لا ده لازم نشيله الكاميرا ونوريه. اسود في اسود. ده طبيعي ده ولا هي مروه؟ يا ساتر، انت متاكده ان ده ايس كريم بالفحم مش بالصرف الصحي؟ ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ بتسلكوا الحمام والله. دوقي دوقي كده وقولي لنا هنرجع ولا ايه؟ في فحم بالفحم بالفحم. وري سنانك كده بقى. يا ساتر يا رب، اسودت. وريها ايلا بقك كده. يا ايلا بص بقى، ايلا تحس ان افتحي بقك، ايلا افتحي بقك. طعمه ايه بقى مروه؟ خد دوق وانت تعرف. ده انا بقي بقى اسود فعلا. اي ايه ده؟ هما بصراحه متوصيين بيه. الحق على طول، في انهيار. ده يا جماعه طعم الفحم فحم، يعني كاني باكل حته فحمه. شاطره ومبسوطه بقى انت كده؟ اه جميل والله، فحمه مسكره. نامي بص ايلا. انا بقى اجرب الايه الطبيعي التقليدي بتاع اللي بجيبه من كولد ستون، اللي هو اسمه ايه؟ اسمه بنانا كرانش. بنانا كرانش ده بيبقى موز وكراميل و بسكوت، فبيبقى لونه كده وبيبقى فيه حته موز، بيبقى طعمه عجب. بلا فحم ولا بتاع بقى. مصطفى طلع بالعادي، احنا لا احنا بنجرب الجديد. بس يعني حد جربه يا جماعه ايس كريم الفحم ده قبل كده؟ انا شفته قبل كده برجر لونه اسود برده، عايزين نبقى نجربه. العيش لونه اسود؟ اه. هو ليه دوقيني الفحم ده؟ هم حاطين كمان عليه ام اند ام. لزوم ال ايه؟ فحم اسود ما شاء الله، واحد يحس ان هو بياكل. هو مطرب يعني، هو فيه تراب. تحسه مطرب. ايه جايبينه من الشارع يعني؟ تحسه جايبين تراب من الشارع وحاطينه على ايس كريم. برد؟ انت بقينا عامل ازاي؟ والله تحس انتوا واكلين عيالة لو تطلعوا تصوروا. ساحرة الشريرة لو. حاطين معاه كمان بسكوت بالشوكولاته برضه. اه اوعى توقع على هدومي. خدنا دول بقى الفحم على البنانا كرانش ده. يا لولا في عجبك الاسود ده؟ تاخدي بقى بينك ولا اسود؟ بينك. يا جماعه الاختراع انا بتلهض بقى. يا جماعه الاختراع بتاع الفحم ده اديله 10 من 10. بتفكريني بفيلم الرعب بتاع اسمه ايه؟ بنت ابو اسود. ازاي يا جماعه؟ لا بس ده يا جماعه فعلا اديله 10 من 10، يعني تجربه جديده وحلوه يعني. ايوه بس هتمشي ازاي وسط الناس؟ لازم تغسل بقك. اشرب ميه بقى. الناس عماله تبص لنا بتقول في حاجه غلط في الست دي. كان ناقص بقى الوافل كون كده تكون لونها اسود كمان، كانت تبقى ايه كله اسود في اسود كده. جوه في عندهم اسود في اسود في اسود؟ كان يا ريتني جبت الوافل اسود واسود دي، وكان بقى تبقى شكلها احلى. ادوق بقى الوافل الاسود. شكلها كئيب ياما. ادوق الوافل اسود في اسود كمان. معموله بايه؟ بالفحم برضه؟ معرفش بقى معموله بايه. كتير بصراحه. لا حاجه حلوه قوي. لولا بقى عندها نقطه سودا هنا. ما قلت قعدت اقول لها والله، قعدت اقول لها مفيش فايده. يلا بينا كده بقى وصلت التيشيرت كده. بس ده كان نهايه الفيديو، اتمنى يكون الفيديو انتحرت من كتر من كتر الفحم. فبس يلا قول لهم باي 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 باي. شكرا.